الثانية صباحا 11 بتوقيت غرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستمرار في تعزيز الإصلاحات المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية وتعظيم دور القطاع الخاص في عملية التنمية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ورئيس المخابرات العامة ووزيري التخطيط والمالية. تناول استعراض مؤشرات مجمل أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الماضية وتطورات تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن الرئيس السيسي وجه أيضا بمواصلة التعاون المكثف بين الحكومة والقطاع الخاص في إطار مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية وتذليل أي عقبات قد تواجه التنفيذ بهدف التخفيف من أعباء المواطنين. أكد وزير الخارجية السيد سامح شكري أن مصر تطالب بالوقف الفوري لكل الممارسات التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي وتؤدي إلى تهجير الشعب الفلسطيني. وخلال إلقائه بيان مصر أمام جلسة مجلس الأمن الدولي حول تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، أكد وزير الخارجية مطالبة مصر بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وأهمية وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. أعربت وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي بالإمارات في مجلس الأمن عن التقدير لجهود مصر والأمم المتحدة في إيصال المساعدات إلى قطاع غزة، كما أكدت خلال كلمتها بجلسة مجلس الأمن حول تطورات في فلسطين الترحيب بقمة القاهرة للسلام والجهود المبذولة فيها. وأكدت الوزيرة الإماراتية أيضا ضرورة زيادة المساعدات المقدمة لأهالي القطاع، مشددة على ضرورة سماح إسرائيل بدخول المساعدات إلى قطاع غزة. وفي كلمته أمام مجلس الأمن حذر وزير الخارجية الفلسطيني رياض الملكي من أن إسرائيل ترتكب مجازر، مشيرا إلى أن حياة أكثر من 2 مليون فلسطيني مهددة. وأضاف أن استمرار فشل مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب على غزة لا مبرر له، منددا بصمت الدول الغربية وخاصة الولايات المتحدة. أكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفي ضياء رشوان أن مصر لم تتخلى عن القضية الفلسطينية منذ اندلاع الأزمة مع إسرائيل. جاء ذلك في مؤتمر صحفي لممثلي الإعلام والصحافة الأجنبية والمصرية لتوضيح مختلف أبعاد وتحركات الموقف المصري من الأوضاع الراهنة الخطيرة في قطاع غزة والمنطقة عموما. وأضاف رشوان أن مصر حذرت في ديسمبر الماضي من تدهور الأوضاع بالأراضي الفلسطينية المحتلة نتيجة العنف الإسرائيلي، وأن مصر ترى أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل وفقا للشرعية الدولية. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات أن مصر تؤكد عدم السماح بأي تداعيات سلبية على أمنها القومي باعتباره خطا أحمر، مشيرا إلى أن مصر لن تدخر جهدا في فتح معبر رفح أمام المساعدات، منوها بدخول 54 شاحنة مساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح حتى أمس. وأشار إلى أن طيران الاحتلال الإسرائيلي قام بقصف معبر رفح 4 مرات من الجانب الفلسطيني، فيما تكفلت مصر بإصلاحه. كذلك شدد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات على أن مصر تحذر من تصفية القضية الفلسطينية من خلال التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، مضيفا أن مصر تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار والبدء في المفاوضات بين الجانبين.
قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقوم بدور متميز لإيصال المساعدات لقطاع غزة. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفلسطيني محمود عباس نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أضاف الرئيس الفرنسي أنه يعمل على إطلاق سراح المحتجزين الفرنسيين في غزة. أضاف ماكرون أن غزة تعاني كارثة إنسانية صعبة، موضحا أن الشعب الفلسطيني يعيش وضعا مروعا. ختام الموجز الإخباري. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم دوما تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة أمام حضراتكم. شكرا على طيب المتابعة، وهذه تحياتي أنا أمل صالح.